السلام عليكم يا أغلى الأحباب، مرحبا بكم في قناة أسرار توحة. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الكلاص أو آيس كريم اللي غيكون صحي ونباتي. وهنا عندي 800 مليلتر ديال الحليب الكوكو أو جوز الهند اللي غيكون في الثلاجة الليلة كاملة. هنا عندي 400 مليلتر ديال الحليب جوز الهند أو الكوكو اللي غيكون على حرارة المطبخ. هنا عندي معلقة كبيرة ديال الفانيليا السائلة و 100 غرام ديال العسل. وغندوزو دابا لطريقة التحضير. هنا قبل ما ندوزو لطريقة التحضير غادي نقدم لكم هنا النكهات اللي غندير. عندي 200 غرام ديال الفريز أو التوت، فانيليا بودرة والشوكولات بودرة والبندق أو النوازات مهرمش. هنا عندي 3 ديال النكهات اللي غادي ندير، ما نتوما تختاروا النكهات اللي بغيتو. ودابا غندوزو لطريقة التحضير. غنديروا الحليب جوز الهند اللي كان على حرارة المطبخ 400 مليلتر. غادي نديروه مع العسل باش غادي نديروا واحد السيرو اللي غادي يسكر لينا الايس كريم او الكلاص. غادي نخليوه على حرارة هادئة لمدة 40 دقيقة، وضروري 40 دقيقة. عاد نحيدوه حتى ينقص بالنص ديالو، يعني بالكمية ديالو غينقص للنص وغيولي بني. وبقاو معايا لتتمة الفيديو. دابا ها السيرو ديالنا ملي طاب ودازت عليه 40 دقيقة، غادي نديرو في قرعة وغادي نخليه يبرد باش غادي نديرو مع لاكريم. وبقاو معايا يا أغلى أحباب، ما تمشو فين. هنا خرجت الحليب جوز الهند من الثلاجة اللي بقى ليلة كاملة، واللي غنضربه بالضرب الكهربائي. هنا غادي نزيد عليه السيرو اللي درنا اللي برد مزيان، يعني كان بارد. وغنزيد عليه المعلقة ديال لافاني. هنا فرقت الايس كريم او الكلاص على ثلاثة باش غادي نديرو ليه النكهات. بالنسبة للنكهة الاولى غادي نديرو البودرة ديال الفانيليا فقط. بالنسبه ملي تاكلوها البنات راه تيجي زوين زوين زوين، وما تتحسوش بزاف بجوز الهند او الكوكو. بالنسبه للنكهه الثانيه هنا غندير البودره ديال الشوكولات والبندق المهرمش. بالنسبه هنا راحت مسرعه الفيديو، بالنسبه للتخلاط خصو يكون بشويه باش الكريم ما يفقدش داك الفوليوم ديالو، خصو يكون غاب شويه عليكم تحركوا باش تدخلوا البودره مزيان في لاكريم. بالنسبه للنكهه الثالثه والاخيره غادي نزيد غير معلقه صغيره ديال العسل على الفريز او التوت باش غادي نطحنوا. وبقاو معايا ما تمشيو فين. هنا غادي نخلطو غير بشويه، راه غير انا مزربه الفيديو، مره تنخلط بواحد بشويه يعني باش الكريم ما ينزلليش. يعني البنات ما تخلطوش تغير، غير انا مزربه الفيديو وما يخلطو غير بشويه باش حتى الكريم يبقى طالع. ندوزو المقادير ديال الكوفر او الوافل البلجيكي.
عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق الكامل او الدقيق بالردة، عندي 20 غرام ديال الخميرة ديال الحلوة، معلقة صغيرة ديال الملح، معلقة صغيرة ديال البودرة ديال الفانيلا، عندي 4 البيضات، 35 سلليتر ديال حليب اللوز، 50 غرام ديال السكر، وعندي 50 غرام ديال الزبدة اللي نسيتها البنات ما درتهاش، خصكم ديروها، مي غنديرها في صندوق الوصف، غندير كلشي المقادير في صندوق الوصف، غتكون 50 غرام ديال الزبدة دائبة. هنايا غادي نضربوا الخليط ديال بياض البيض حتى يولي لنا بحال الثلج، غادي نطلعو. بالنسبة للخليط ديال بياض البيض ملي طلعناه درتو على جنب، ودابا غادي نخلطو الصفر ديال البيض مع السكر حتى يندمج الخليط ديالنا. هنا غادي نخلط الخميرة مع الدقيق، وغادي نديروها مع الخليط ديال البيض. هنا درت الحليب، ديروا الطحين غير بشويه بشويه باش يندمج الخليط. هنا غادي نخلط بياض البيض مع الخليط، هنا تنخلطوا غير بشويه، هنا غندير معلقه صغيره ديال الفانيلا، بالنسبه للزبده اللي ذوبتها 50 غرام انا عاد فكرتها فدرتها في الاخر. هنا دهنت هاد الاله هادي ديال الكوفخ او الوافل وغادي نخليها تسخن. دابا راه الاله سخنات، غادي ندير فيها العجينه. الماكينة شعلات الضوء الخضر بأن الكفر طاب. بالنسبة للدهين أنا تندهنها غير مرة واحدة في الأول، وتنشوف على حسب إلا احتاجت أنني ندهنها عاوتاني راه تندهنها. المهم هنا غادي نبدا ندير في الكفر في الماكينة أو الوافل وحتى نكمل العجينة ديالي. بالنسبة للعجينة ديال الكفر او الوافل درت لي 10 ديال الوحدات. هنايا درت في طبق الكفر ودرت عليه لاكلاص اللي خرجته من الكونجيلاتور،
ودير عليه دابا لاصوص ديال الشوكولات وغندير عليه البندق المهرمش. المهم نتوما ديروا كما بغيتوا. بالنسبه لهذا الكوفر او الوافل اللي يقدر يتكال في الصباح مع الفطور بالشوكولات يعني بالمربى او بالنوتيلا كما بغيتوا. المهم راه تيجي لذيذ لذيذ، هنا ما قدرتش نتسنى وبديت ناكل فيه. المهم بالصحه والراحه ويا ربي يعجبكم. ما تنساوش تخليو ليا اشتراك ولايك. نشكركم بزاف بزاف بزاف، شكرا لكم جدا 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 جدا.